بيدل فعلا ان النادي الاهلي ما بينساش ولاده، وخاصه اولاده الاوفياء الله يرحمه محمد عبد الوهاب، من اللعيبه على المستوى الفني وعلى المستوى الاخلاقي كان اكتر من رائع. واستمرار السؤال على اهله واستمرار المتابعه واستمرار وتواجد النادي الاهلي ده بيدل على شيء كبير جدا جدا، وحتى سعاده هذه الام الطيبه بهذا التواصل اكيد اكيد ده بيوصل رساله مهمه جدا يا كابتن علي. مش عايزه كلام يعني، انا يعني من اللقطات اللي حبيتها النهارده اللقطه دي، لانه اسعاد الام مكلومه في ابنها واسعادها، وده شيء جميل جدا، والوفاء شيء جميل جدا، انك في ظل الفرح وفي ظل الاحتفالات بالبطوله اللي حققها النادي الاهلي عن جداره ما انساش، او زمايله والنادي الاهلي ما انساش قعدته، ما انساش ولاده حقيقه، وده شيء جميل، وفاء شيء جميل اللي بنفتقده كتير ساعات في الايام دي. صحيح صحيح صحيح. الاهلي بسمه مصر زي ما قالت الحاج. مش عايزه كلام، مش عايزه كلام. ربنا يا رب يصبرها. شوف تقرير دلوقتي مع حضراتكم عن